السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي الجزيرة المباشر. نحن ما زلنا في هذه التغطية المستمرة من إحدى المخيمات العشوائية بريف إدلب الشرقي، ننقل لكم معاناة النازحين هنا في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد القارص في ريف إدلب الشرقي في هذه المخيمات العشوائية. طبعا ننقل لكم معاناة النازحين، نصد لكم في هذه الجولة وضعهم في تلك الخيام الممزقة في ظل هذا البرد. يعطيك العافية خالي. الله يعافيك يا ابوي. شو بتحكي لنا عن وضعكم بالبرد؟ والله شوفت عينك بهالبريد قاعدين ولا حطب ولا ماي نشتريها مشترى وجهنا ضعيف وولادنا مصلخين. يا ابني شوفت عينك. قديش تكون قديم هذا المخيم؟ لي انا والله سنتين ثلاث لي انا زمان بهالخيام. كيف وضعكم اليوم بهالبرد هذا؟ القالها المستويين سوي مستويين من البرد ولا حطب ولا بيعدنا شيء. والله شوفت عينك نرجف احنا وولادنا. على ايش بتدفوا اولادكم؟ ها؟ ما على حطب نايلون على رقع على خبوب نعلج لهم. هاي النايلونات اللي قطمنا القاع ونعلج لهم. طيب هاي ما بتضر هاي ما بتضر بصحة الاولاد؟ ها؟ ما بتضر هاي النايلون بصحة الاولاد؟ عشري والله نكوح ومرشحين وش نريد نسوي؟ على الله يا ابني. ولا مصاري ولا بشيء عندنا شيء. شوفت عينك هداك عجاويلنا شلون. بالنسبة لحياتكم المعيشي هون المتطلبات الأساسية كالخبز مأمن عندكم شيء؟ والله قليل يا ابني ويعد يا الله قال ندفش تدفيش بها بدي نتدي الناس من بعضها وناكل. طيب انتم هون ايش بتشتغلوا؟ ما نشتغل والله ولادنا يروحون يشتغلون. الولاد اللي قالوا لهم شغله يشتغلون هذه الضيعه. اشري. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا نشاهد ونصد لكم اراء وعينه من النازحين الذين يقنطون هنا في هذا المخيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عم تحكي لنا وضعكم بالمخيم خلال البرد القارص الان اللي تشهده المنطقه بريف ادلب الشرقي. والله وضع مأساوي خاصة، ولما جت العاصفة الثلجية ما نمنا كل الليل ومية ما تدخل علينا من الوضع المأساوي خصبة الثلج حالة زفت مأساوية خالص. ما جعلت تأمن معانا الشيء بالهين خالص. انتم من سكان مدينة ناحية أبو ظهور نازحين هون، قد سكن نازحين؟ صارنا حوالي 4 سنين هيك. طيب بعد تحرير مطار ابو ظهور ليش ما رجعتوا لابو ظهور؟ مهدمه ولا ظل عندنا بيوت كلها تدمرت ومهدمه، وين بدنا نرجع؟ وبي قصف وبي ضرب والواحد ما يامن على حياته يفوت. طيب هاي المخيمات مؤمن فيها كل شيء؟ والله شو مؤمن بيها؟ ما بيها شيء خالص، لا عنايه طبيه ولا صحيه ولا خالص بيها. يعني اهم شيء اللي بتحتاجوه انتم من هاي المخيمات؟ نحتاج المية والخبز والمعونات الأساسية، طعام أساسي مثل رز برغل سكر ما بشي خالص. يعني بس أنت ذكرت أول شيء المية، يعني المية هون موفرة؟ موفرة بس الخزان 1200 1300 اليوم صعب الواحد يعمل وبدين كله بدين. مرحبا يا عمو. مرحبا. شو بتحكي لنا عن المخيم؟ كثير. يعني وضعكم بالمخيم كيف انتم هون؟ ها؟ كيف وضعكم بالمخيم؟ مأساوي. معكم مدرسة؟ لا والله. انت لازم تكون هلا بأي صف؟ صف الخامس. من أمتى انت مدرست؟ من الأحداث. يعطيك العافية. مرحبا يا عم. اهلا وسهلا. عم احكي لنا اكثر عن المخيم، عن وضعه، شو احتياجاته. هاي المخيم خلال البرد خلال المطر بتقيكم من 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 دخول الامطار لقلب الخيمه؟ والله بوقت الثلج والله اريد نطلع عندنا مرضانين شيء ما عاد نقدر، لا بسياره تطلع لا بآلية تفوت علينا لا حتى ميه، قمنا من الثلج ان نحط بالبراميل ونجمد نشرب مي او نسوي شاي او نطبخ او شغله هيك يعني. وقلت لك يعني حطب او شغلات ما قاعد يجينا خالص، واحنا امكانيتنا صعبه يعني قاعد نروح على النفايات نجيب الله يعزك كلاشات نجيب نايلون نجيب اكياس نايلون تا نعلج نشعل ندفي اولادنا بس. عم انتم كلكم عم تطلعوا بتجيبوا نايلون؟ طيب هذا النايلون بضرب الاطفال كثير. يضرب اجبار يعني على الله، ايش بدنا نسوي؟
هذا اللي نقدر عليه يعني، ما في حدا قاعد يساعدنا. فرضا انت خايفين على صحة اولادنا، بس ما يعني ما قاعد نقدر يعني، هذا اللي نقدر عليه ندفع اولادنا. طيب بالنسبة للجمعيات، ما حد زاركم هذا المخيم؟ جمعيات ما شفنا جمعيات، يعني صدفة مثل هيك يعني تجي تدحق على هالمخيم تمر، صدفة تمر، احيانا تجي احيانا ما نشوف يعني. يعني شو اقول لك، ما حالتنا صعبة، مي جعل نشتريها مشترى، حطب جعل نشتري مشترى، اذا عدنا اشترينا، ما عدنا ما اشترينا، الدواء شغلة ما عدنا امكانية يعني، عدنا اولاد بيها حب بيها تعرف، حب سنة حب شغلات يعني، احيانا بي جراثيم شغلات، والله ما عدنا. وهذا اللي يعني حياتنا صعبة كثير يعني، زي أقول لك. وبيوتنا يعني صحيح أبو ظهور بيوتنا مهدمة، وين ده فوق الركام أقعد، ما بشي ذروة أقعد بيها، والشادر هذا ذابحنا والله، عملوا وجابونا شوادر السنة ما بلا شوادر ولا شيء ولا خالص، جعلنا على قدحك من الكشمة شوادر هذانا شايفينهن تندفي أولادنا، وحالة صعبة يعني شايد أقول لك ما أعرف. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. الآن ننتقل إلى أحد الخيام لنتكلم مع، طبعا كما تشاهدون تلك هذه الخيام الموجودة الآن هنا بريف إدلب الشرقي، مخيمات عشوائي تحوي بعض النازحين هنا من ناحية أبو ظهور من ريف إدلب الشرقي، يعيشون ما زالوا يعيشون في هذه المخيمات منذ 4 سنوات وحتى هذه اللحظة في العام الجديد عام 2017 وضعهم مأساوي في خلال العاصفة الثلجية، في خلال البرد القاوس، في خلال انخفاض درجات الحرارة هنا في هذه المخيمات. الآن سندخل إلى أحد هذه الخيام لنتكلم ونصد وضع الناس في هذه الخيام. السلام عليكم. كيفك يا خالة؟ الحمد لله. بتحكي لنا عن وضعكم هون في خلال هذا المخيم. شوفت عينك يعني مرضانين، وضعنا سيء، مي ما عدنا، أكل ما عدنا، خبوز صعب يجينا، حطب، هذا وضعنا، شريد نسولف لك على وضعنا. شوفت عينك. انتوا هون بالمخيم عايش تطبخوا؟ نطبخ على النار، على النار، على التفيات نسوي، نطبخ نسخن ماي ونطبخ، هاي شغلتنا. نجرب 10,000 ما نقدر نشتري. طيب هلا بهذا المخيم انتوا اللي عايشين فيه، يعني في مثلا معتمد للخبز، في حدا بيجيب لكم شيء مثلا مواد؟ يجيب لنا اذا صار درب فاضي يجيب لنا، ما بما صعب جيتوا لعدنا. كيف تأمنوا وقودكم اليومي؟ شلون يعني؟ يعني مثلا من خبز من خضره، كيف تأمنوا؟ عدنا حطب خبزنا لهالولد، ما عدنا استنين على بوريز اذا بي موجود عدنا، على باي مشينا حالنا. طيب والاطفال هاي كيف يعني عايشين خلال الثلج اللي انقطع الطريق 3 ايام؟ كيف امنتوا ماده الخبز؟ كيف امنتوا الطحين؟ جبرناها نصبر هالثلاث ايام، جبرنا جباري عنها صبرناها على ابو طبخ عيش وهيك نسوي لها الولاد. وهاي هي بتحكي لنا اكثر عن حياتكم اليوميه اللي عايشينها. صعبه والله حالتنا اليوميه يعني، تعرف عنده مرضان، طب وصعيب، حق حكمه ما عنده، حق حطب ما عنده، يعني شريد نسولف. كاني مرضان والله مسوي عملية قسطرة، ما أقدر أروح على الدكتور، معي مرض قلب وعندي عائلة دحق، شلون قايمين بيها بهال. معك مواد قلب، شو بتاخذي الأدوية بتاخذيها؟ قديش بتكلفك يومية؟ والله تكلفني يعني بأسبوع بدي 3,000 يعني، إذا انوجدت بعض مرات ما تنوجد دزها عن الحماد، دزها شوية هالعالم تجيبوا لي. ما فيك تروحي تعملي عملية؟ والله ما عندي، حالتي صعبة، ما أقدر أعمل عملية تكلف 1,200,000، ما قدرت أستوي. طيب ما في هون مناطق المحررة مثلا ما شافت تخدمك لهذا المرض؟ والله أنا ما استجريت أستوي هيك يعني، إذا شغلت بلاش وهيش ما قدرت أستويها، خفت هو على الله، عايش عدوى الحمد لله. طيب خلال الفترة هاي، خلال فترة البرد القارص وشايفين الجو شلون، صبرة وبرد كذا، هاي الأطفال كيف بتدفوها؟ والله ندفيها مثلنا مثل، ونلبسهم ونقعد بعض مرات نقعد من عاد الصوبة، من أغراضهم نبات نعلق لهم، إن صار عندنا نوجد حطب من أهل الخير زاد من هالعالم، تعرف أنت زارعين من هالعودان هيك نلم منهم نعلق لهم.
هاي شغلته. ما حاولتوا ترجعوا على بلادكم؟ يا لا ما حاولنا، ما نقدر دحك شوفت عينك، لا بلادنا سالم ولا بيوتنا نهدن كلها، ما عدنا يعني مكان نرجع عليه، ما عاد الحواج دورنا كلها كنا نسكن بيها مهدود، وين يعني إذا رجعنا بدنا هالحالة هاي هي خير. أيوة فتفضل تبقوا هنا أحسن يعني؟ شريد نستوي نفضل هين وهناك نفس الشيء، لكن هون في أمن يعني، هون أمان شوي؟ والله أمان، أمل أمان بيد الله، شريد نستوي هذا الله كاتبه علينا. زفر صار لنا سنة ما شلينا زفر. لا نقول تعرف أنت أكل نواشف وتعرف أنت والله يعني حالة يعني شريد أقول لك يعني شريد نعبر لك يعني شوفت عينه مخيم صعب ولا دعقل بهالبرد لا جواكيت لا فرضا لباس إنه لباس يدفي بهالليل هاي موت لو تقعد بيها بهالليل وشوف شنو ندى علينا بهالليل تعرف أنت ندى عمل أول قلت لك جابونا شوية السنة دحق بنوب قمنا نرقع بالخيطان ونزبط المهم شوي ذروة أحيانا بالمطر جعت تجينا تنقط علينا لا براكيات يعني مثل هالعالم خيم يعني كويسة يعني ندفيها الأولاد صغار على الهنية ما شرد أقول لك والله ما يا استاذ يا الله على الأرض طبعا كنا معكم في هذا في هذه التغطية المباشرة من هنا من ريف الدلتا الشرقي من المخيمات العشوائي في ظل انخفاض درجات الحرارة وفي ظل البرد القاوس كنا مع النازحين ومعاناتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.